في الانتخابات القادمة إن شاء الله. الرسالة الثانية إلى أهالي شيران وسيناء، أهلي وربعي، إن من ضحى بدمه مع إخوانه من القوات المسلحة والشرطة المدنية في تحرير هذه الأرض من الإرهاب الأسود لن يبخل يوما في إعطاء صوته وممارسة حقوقه السياسية تجاه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيجب علينا جميعا من جميع أنحاء المحافظة أن نكون رجلا واحدا خلف سيادة الرئيس في يوم الانتخابات، ولا نقل وإن كان عدد شمال سيناء قليلا من الكم ك300 صوت انتخابي، ولكن خروجنا يثبت للعالم كله إننا نحافظ على هذه الأرض في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأدعو جميع أهالي شمال سيناء في يوم الانتخابات إن شاء الله أن تخرجوا جميعا، ويكون يوم زحف ويوم حشد لرد الجميل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما الرسالة الثالثة وهي إلى العالم كله، فأهالي شمال سيناء نؤيد ونبايع سيادة الرئيس في جميع قراراته، وخاصة في القضية الفلسطينية والوقوف إلى جنب أشقائنا الفلسطينيين، مع عدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء وعلى حساب مصر. الجمع الكريم، إن أهالي سيناء دخلوا اختبارات كثيرة جدا، منها حرب الاستنزاف، وكانوا خير معون لقواتنا المسلحة في ذلك الوقت. ثم الاختبار الثاني في عام 68، حينما حاصر الجنود الإسرائيليين والعدو مشايخ شمال سيناء لتدويلها، وقالوا كلمتهم لغات حتى الآن: من يريد أن يتفاوض عن سيناء فيتفاوض مع السيد الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك. ثم الاختبار الثالث حرب النصر والعزة والكرامة، حرب 73، فكانوا خير رادارات بشرية مع قواتهم المسلحة. والاختبار الأخير، وكلكم أنتم عايشتموه، هو الإرهاب الأسود، فاختلط دماء أبناء سيناء من جميع قبائلها وحضرها مع القوات المسلحة والشرطة المدنية في تحرير هذه الأرض. واليوم بدم الشرفاء والشهداء ننعم بهذا الاحتفال، ونؤيد بكل قوة وبكل عزم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة. أشكركم ولا أريد أن أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.